والزمالك؟ الزمالك بقى في نقطتين طبعا سلبيتين للزمالك. النقطه الاولى ان الزمالك ده يعني بيفشل في تحقيق فوز على ما بيفشل في تحقيق فوز بصفه عامه في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات 12 مباراه متتاليه. يعني اخر مباراه للزمالك كان كسبها كان في 2007، كانت امام دينامو زيمبابوي فاز 1-0، بعديها لعب اربع ماتشات ما حققش اي فوز في البطوله دي في دوري المجموعات. ثم بعد كده 2011 ست ماتشات متتاليه ما حققش فيهم اي فوز، 2012 عفوا السنه اللي فاتت ست مباريات متتاليه ما حققش فوز، يبقى 10 مباريات. ثم مباراتين الموسم ده في 2013 في دوري المجموعات، 12 مباراه متتاليه للزمالك في دوري المجموعات، سبعه منهم هزيمه وخمس تعادلات بدون اي فوز. اعتقد برضه رقم سلبي لم يحدث في تاريخ الزمالك بالكامل في بطولات افريقيا، 12 مباراه متتاليه بدون فوز في دوري المجموعات.